السلام عليكم. بنكمل معكم في الكورس Objectives. الكورس Objectives عندنا to analyze and design digital control system, to test and evaluate the design in simulation, and to identify and understand the trade-offs between different solutions for the same system. هذا بشكل أساسي. بدنا نعمل جزء الأناليسز للسيستم بشكل جيد عشان نقدر نتكلم عنه. الجزء الثاني to derive a digital approximation to an analog controller design using the method taught in linear 1. Linear control system تعلمنا كيف نستخدم الروت لوكس لنعمل ديزاين، تعلمنا كيف نستخدم الروت هيرويتس ميثود لنعمل ديزاين، تعلمنا كيف نستخدم البي اي دي. هذول الميثود بدنا نعرف كيف نعمل نحول من انالوج ل ديجيتال سيستم. To derive an exact discrete time equivalent of the analog plant and then perform the design entirely in discrete domain. مثل ما حكينا احنا احيانا بنعمل الديزاين بالكنترولر بعالم الانالوج، او بنعمل الديزاين بعالم الديجيتال. لنعمل الديزاين بعالم الديجيتال بدنا اكويفالنت للانالوج بلانت ان ديسكريت تيرمز، يعني بدنا نحوله يا اما بنحوله باستخدام الزي ترانسفورم او بالطرق الاخرى اللي هي عن طريق الستيت سبيس ابروتش الموجود عندنا. فهذه طريقتين للتحويل. To control a system within the desired performance specification. عادة بيبقى عندي specifications وأنا بدي السيستم تبعي behave according to these specifications. A major course objective is to identify desired control specification. Use a variety of techniques to design a controller which will cause the system to conform to the design specification, and finally ensure the design meet these specifications. يعني في الأول وفي الآخر أنا بدي في عندي specification، بدي أعمل الديزاين تبعي بطرق مختلفة زي ما حكيت. في classical methods وفي عندي modern methods. ال modern methods بنتكلم على البول placement، والبول placement عندي طريقتين، واحدة باستخدام state space approach والتانية باستخدام transfer function approach. بعد ما نعمل الديزاين بدي اتاكد انه الديزاين تبعي ميت السبيسيفيكيشن ولا لا. اذا if it doesn't meet معناته في حاجات بدي اعيد الادجستمنت لها في هذا المجال. The fundamental objective of the course is to design control algorithm to confine system behavior to designated specification. يعني هذا اهم شيء، بدي انا في عندي specifications، بدي السيستم تبعي باستخدام الكنترولر انه يحقق هذه ال specification. طبعا ال grading policy بتكلم على عندي كالتالي: 40% اللي هي اعمال فصل. اعمال الفصل تتضمن exams, quizzes, homework, project. عادة اللي بنعمله التالي، يمكن في هذا الفصل هذا التوزيع توزيعة الشؤون الأكاديمية، أعمال فصل 40% والفاينل عليه 60%. اللي بنعمله التالي الميد تيرم عليه 10%. في عندي 10 كويزات، أنا تقريبا كل أسبوع حيكون لكم سؤال كويز حاجة من هذا القبيل. في عندكم مسألة هومورك أسبوعيا، يعني في عندك مسألة هومورك على الأقل، وفي عندك سؤال كويز على هذا المجال، وفي عندك بروجكت بدك تشتغل عليه خلال الفصل. الآن الفاينل عندنا كالتالي: عندي فاينل بدي ينعمل تقريبا جوا الجامعة عليه 60%. طبعا لو انتقلنا للوجاهي الميد تيرم يمكن ياخذ جزئية من علامة الفاينل في هذا المجال. ف 60% انا اللي بعمله التالي عشان اشجعكم بزياده: 50% حيكون على الامتحان النهائي، و 10% على حضورك وتفاعلك معنا خلال الفصل. ويعطيكم العافيه الحين، وبنرجع تاني ناخذ بريك وبنرجع تاني معكم في هذا المجال.